السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الأولى لمادة الجيولوجيا الهندسية. إن شاء الله اليوم وصلنا إلى المحاضرة رقم 5، راح نتناول بها ما تبقى من المحاضرة رقم 4 بخصوص السويل. السويل تناولنا في المحاضرة رقم 4 بعض التعاريف الخاصة بها. نجي التعريف بصورة عامة، هي المادة أو المكون الذي يمكن فصله داخل الماء عن طريق استخدام الفصل البسيط، أو هي المادة اللي يمكن إزالتها بسهولة بدون استخدام المواد المتفجرة. تناولنا بالمحاضرة رقم 3 أنه أغلب الروك أغلب الصخور يمكن إزالتها من مقالعها، لازم ما يعني مو بالطرق البسيطة وإنما استخدام الطرق التفجيرية، لكن بالسويل ما نحتاج إلى هذه الطرق. تعتبر هي بصورة عامة السويل هي المواد المتفككة اللي تنتج تحت تأثير التجوية الويدرينج اللي هي المل للصخور، او وبالتالي هذه السمول بيسز المتكونه ممكن تنتقل الى مكان من مكان الى مكان اخر، اللي احنا فصلناها بالمحاضره رقم 4 اللي تنتقل ريزيجوال سويل، واللي ما تنت... اللي عفوا اللي ما تنتقل ثابته في مكانها الاصلي، واللي تنتقل تتقسم الى عده اقسام. هاي الاقسام على حسب نوع الترسيب او طريقه الناقل والمكان المرسب إلها. فهسه نجي على السويل تايب. السويل تايب اكو انواع من السويل اللي هي احنا نسميها السوليد بارتيكل اللي جنريتد باي الروك ويذرينج. اول شيء حتى اقسم السويل عندي طريقتين بالتقسيم، اما استنادا الى الحاله الفيزيائيه إلها او استنادا الى الحاله الجيوتكنيكال الخواص الجيوتكنيكال. هاي شنو تعني وهاي شنو تعني؟ استنادا للحاله الفيزيائيه تتقسم الى اثنين، الترب الغير متماسكه والترب المتماسكه. دائما احنا نعرف بصوره عامه مثلا هسه نجي على الرمال، هي دائما تعتبر ترب غير متماسكه، يعني التلاصق بيناتها يكون زيرو الكوهيجن لس، اللي هي تكون حبيباتها كبيره وما تحتوي اي بلاستيسيتي بيناتهم، اي تجاذب واي ليونه بيناتهم، فدائما يعني تماسكها صفر، يسموها نون كوهيزف سويل. الكوهيزف سويل التراب المتماسكه والمتلاصقه اللي هي تتشوه وتحتوي على ووتر كونتينت يعني بامكانها تتقبل محتوى مائي معين او متغير، تشمل الكلي هنا تشمل الساند تمام، او احنا يسمونها المود او يسمونها الكلايستون. تجي استنادا الى الحاله او الخواص الجيوتكنيكال، الجيوتكنيكال كاركترستيك اوف سويل تتقسم الى اثنين، الكولابسنج التراب المنهاره والاكسبنسيف سويل. التراب المنهاره يقصد بها الرمل الهش مثل الفربل ساند. هاي شنو هاي؟ هاي التراب هذا النوع من السويل يعاني انخفاض بالحجم اللي خاص بها، دائما الحجم اللي خاص بها ينخفض، يصير بها دائما درو، دائما الديكريز يصير بالحجم مع زيادة المحتوى المائي. كل ما يزداد المحتوى المائي حجم هاي التربة يقل، يعني تناسب عكسي ديكريز ان فوليوم، لكن بالعكس شو يصير عند يمتى هذا يحدث الديكريز بالفوليوم؟ عند الزيادة بالمويستر كونتينت او بالووتر كونتينت. هسه هذا الامر يزداد تلقائيا بدون ما نزيد الاحمال الخارجية، هاي شو نسميها التراب المنهارة اللي يشمل الرمل الهش. التراب الثانية التراب التمددية expansive soil، هاي تشمل الكلايستون. هاي شو تعاني؟ هاي زيادة بالحجم عند زيادة المحتوى المائي، زيادة بالحجم عند زيادة المحتوى المائي نسميها expansive soil. هاي هنا دا يوضح لك هذه بعض أنواع التراب وتصنيفاتها على حسب الحالة الفيزيائية أو الحالة اللي تناولناها حاليا اللي هي الخواص الجيوتكنيكال. السويل بارتيكل اند كونسيستي تقاربها، عندنا هناك بعض التصنيفات الخاصه تعتبر جنرال تتناولوها في موضوع السيدمنت الرسوبيات او في اي مواضيع ثانيه، ممكن يعطيك بعض يعني النسب المتقاربه المعينه على اساسها تقدر تحدد عن طريق هذا التدرج الموجود تحدد نوع السويل بارتيكل الخاص به. اذا كان حجم الحبيبات اكبر من 2 ملم هو جرافل حصى، واذا كان من 0.05 الى 2 ملم هذا رمل، واذا كان من 0.002 الى 0.005 هذا سلت يعني غريان، واذا كان اصغر من 0.002 ملم هذا كلي تمام.
فهسه اجي شلون افحص الجرينزايز ديستريبيوشن، شلون اوجده؟ عندنا طريقتين اوجدهم بي، اما الميكانيكال سيفنج النخل الميكانيكي اخذ عينه التربه اللي خاصه بيه وانخلها على مقاسات معينه استنادا الى التصنيف الامريكي باستخدام هزاز خاص وزمن معين محدد، هذا يسمونه الميكانيكال سيفنج اللي هو النخل الميكانيكي. هذا علم يستخدم يا ترب، هاي كلش مهم الرقم، يستخدم للسويل بارتيكل السايز مالتها اكبر من 75 ملم. لاحظ هنا هذا السيف نمبر، هذا السيف نمبر ثابت، هاي المناخ ثابته، مو انت يعني السندرات ثابته اللي هي هاي تبلش من رقم 4 الى رقم 200، بعدين اخر شيء البان او الوعاء اللي يتجمع بيه بالنهايه. وهنا سيف اوبننج اللي هذا قطر الفتحات بالمليم، تمام عيني. فهنا هذا يبين لك، هاي صوره توضيحيه سكتشمنت توضح لك تسلسل هذه المناخل، يبلش من المناخل ذات الفتحات الاكبر الى اخر وصولا الى البان اللي هو يكون معدم تماما من اي فتحات اللي احنا نسميه الوعاء. هذه سيت المناخل يتدرج تدريجيا، توضع العينه من الاعلى على بعد ما انه المناخل يعني تكون فارغه تماما، ماخذين وزنها قبل يعني ما نستخدمها الوزن وهي فارغه، هاي تسلسل الفتحات الخاصة بها. النوع الثاني مو الميكانيكال سيفنج اللي هو النخل الميكانيكي لتصنيف حبيبات التربة، وإنما الهايدروميتر تيست، هذا يستخدم المن للبارتكل لما يكون السايز مالته أصغر من 75 ملم. هذا إن شاء الله راح نتناوله بالمحاضرة القادمة. راح أعطيكم سؤال على الموضوع الأول، هذا جدا مهم يجي بالامتحان على شكل مسائل، اللي هو التحليل المنخلي للترب بصورة عامة. لاحظ بهذا السؤال إن شاء الله راح تفهم كل شيء. منطيتك أنا عينة من التربة وزنها 200 غرام الوزن الكلي، إذا ما انطيتك بالامتحان أو سؤال ثاني الوزن الكلي شلون تطلعة؟ تروح على الجدول الماس ريتيند على كل واحد، تجمع هاي الأرقام كلها يطلع لك هنا 200 المفروض. يعني إذا ما انطيتك بالامتحان الوزن الكلي، هذا الوزن الكلي مال العينة، منين الطلعة؟ الطلعة من هذا الجدول اللي هو الماس ريتيند بالغرام أو شنو وحدة هنا، تجمع هاي الأرقام كلها الصميشن هو هذا الوزن الكلي. لكن أنا هنا بالسؤال منطيته وتقدر تشيكه، تسوي هسه جمع للماس ريتيند يطلع نفسه 200 غرام. أوكي طلاب، هاي أول معلومة المفروض أنت تعرفها. أجرينا لها فحص، هاي عينة التربة فحص داخل المختبر، احنا نسميه الفحص الميكانيكال الإنمن للجرين زايس أناليس حتى أعرف التحليل لحبيبات هذه التربة. فشنو المطلوب؟ هذا المعلومات العامة الريكواير، تطلع لي الجرين زايس ديستريبيوشن كيرف، يعني ترسمه باستخدام اللوج سكيل بيبر وارسم لي البارتيكل سايز ديستريبيوشن كيرف. بالامتحان راح يجيك الجدول مثل هذه الصيغة، أعطيك اليو اس ترتيب المناخل، هاي أنا أعطيك إياها جيفن، وأعطيك السايز أوبننج هاي الفتحات أنا أعطيك إياها، وأعطيك الماس ريتيند. لكن أرجع وأقول هذا الوزن الكلي ممكن أنطيه؟ أوكي، وإذا ما أنطيته تروح تجمع الماس ريتيند تسوي له صميشن، هذا الرقم الكلي هو هذا الوزن الكلي، وتقدر تشيك هسه، هذا مجرد ما تشيك يطلع لك 2000، اذا اوكي حلك صحيح. فاول شيء سنجي على خطوات الحل، تقول اني اليو اس اللي هو الكولوم رقم واحد، انا هنا حليته لكم سويت لكم كولومات، هذا 1 2 3 4 5 6 كولوم واحد اليو اس سي في سيف اناليسيس او سيف سايز، هذا جيفن معطى بالسؤال اللي هو نفسه هذا، هذا الجدول انا اعطيكم اياه تاخذه تنزله مثل ما هو هنا موجود. نجي السايز اوبننج اللي هو يا كولوم، كولوم 2 جيفن، اقصد بكلمه جيفن يعني معطى بالسؤال، هذا موجود جيفن نزلته هنا. نجي الثالث الماس ريتيند بالغرام، هذا ايضا يا كولوم الثالث شبي جيفن، دائما بالامتحان اول ثلاث تيبلات ينطك يان بالامتحان، ذني دائما جيفن 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 يعني يعطى بالسؤال، وراها راح يبدا الحل مالتك من كولوم 4 4 و5 و6 عليك. الكولوم 4 شو تطلع؟ لازم تحفظ هاي التسميات، بالمناسبة هاي التسميات باللغة الإنجليزية لازم تحفظها، أول ثلاثة أنا تلقائيا راح أجيب لك إياهن، تمام؟ تبقى ال لكن تبقى البقية
البقية يعني هاي السيف اليو اس سيف انا سايز وهاي وهاي انا اجيب لك اياهن، فتقدر تاخذهن وتكتبهن بجدولك الجديد، لكن ذن الكلمات الجديدة لازم تحفظهم باللغة الانجليزية ينكتبه. نمبر 1 البيرسنتج ريتيند، نسبة المتبقي اللي هو كولوم رقم 4، شلون اطلع على كل واحد؟ يساوي ان الماس ريتيند لكل واحد على الوزن الكلي. يعني شنو؟ هذا شلون اطلعه اني؟ مو عندي اني الماس ريتيند هنا؟ هذا معطى بالسؤال؟ شو تسوي؟ انت مو عندك الوزن الكلي النهائي؟ قلت لك اذا عندك بالسؤال تاخذه مباشره، واذا ما عندك تسوي سميشن الذني هنا. فعندك هسه الوزن الكلي لكل العين ايش قد؟ يقرا 2000 غرام. اجي شلون اطلع هذا الحقل؟ في 100% اضربه طبعا. شلون اطلعه؟ هاني يمكن بالجدول بالقوانين ما كاتبه في 100، فلازم تكتب بصفه في 100%. يعني هاي الارقام نسبه مئويه، انتبه ايه هو اصلا يقول بيرسنتج ريتين، نسبه المتبقي، يعني هذا القانون نقصه في 100، لازم هنا تكتب في 100 حتى تطلع لك النتيجه في 100%. شو يقول القانون؟ يقول الماس ريتيند لاي وحده على الوزن الكلي. هسه نجي على الاولى، شلون طلعت هاي 7.9؟ اجتني من 158 على 2000 في 100، اللي وراها اجتني من 308 على 2000 في 100، اللي بعدها 608 على 2000 في 100، اللي بعدها 652 على 2000 في 100. هسه احد يقول شيء، ال 2000 منين اجت؟ ال 2000 هو الوزن الكلي للعينه. ونكمل نطلع كل البرسنتج ريتيند، ولازم يكون نسبه مئويه، لازم في 100 هذا الرقم. ها هنا أنا مو تنسون تضيفون 100. بعد الكولوم الخامس اللي شنو اسمه؟ التجميعي او نسبه الحاصل او المتجمع يعني التراكمي، اللي كومليتيف بيرسنتج ريتيند، كولوم رقم 5. هذا شنو؟ الارقام طلعت لك بكولوم 4 تسوي لها تجميع. هاي 0 0 0 زائد 7.9 7.9. هنا الدور 7.9 اللي طلعت لك هنا زائد 15.4 طلعت 23.3، اللي بعدها 23 تجمعها وين الرقم اللي جواها؟ 23.3 زائد 30، يعني هاي يعني لاحظ 0 0 ينزل 0، نجي 0 زائد هيش تبي خط مائل زائد 9.7 9 عفوا 7.9 7.9 ينزل. ال 7.9 اللي هنا تجمعها ويا من؟ ويا ال 15.4، ايش قال يطلع لك؟ 23.3. بعد ذلك ال 23.3 ويا ال 30.4 53.7. بعد ذلك ال 53.7 ويا من اجمعها؟ ويا ال 32. وهكذا التجميع لازم حتى تتاكد حلك صحيح تكون النهايه 100%. لازم النهايه المتبقيه على البان تكون 100%، هذا الشيء جدا ضروري تنتبه له، جدا ضروري، تمام؟ لازم تكون إذا ما وصلت 100% بالنهاية بآخر شيء على البان، معناها حلك في خطأ، والخطأ هي عبارة عن عمليات حسابية، شوف نفسك أنت وين خطأان، يعني ظهور 100% راح يشيك لك حلك إنه أنت ماشي بالسيف سايد الصح. بعد ما طلعت الكولوم رقم 5، كولوم رقم 6 اللي هو الأخير يسمونه البيرسنتج نسبة العابر، باسنج. هذا انا كاتبت لك كل القوانين هنا. البيرسنتج باسنج هو عباره عن 100 ناقص القيمه اللي مطلعها بكولوم 5، يعني هنا لاحظ 100 ناقص 0 100، 100 ناقص 7.9 92.1، 100 ناقص 23.3 76.7، 100 ناقص 53.7 يساوي لنا 46.3، وهكذا الى الاخير. الاخير دائما يصفر، 100 ناقص 100 يساوي لنا 0. بعد ذلك الرسم هذا ان شاء الله راح نوضحه بقاعه يعني بالمحاضره باذن الله بوقتها. هذا الورق اكو ورق يسمونه اللوج واكو ورق اسمه السيميلوج، ان شاء الله راح من تحضرون ورق سيميلوج نعلمكم شلون ترسمون. الرسم يكون بين اثنين، بين جرين سايز ديستريبيوشن وبين نسبه العابر، يعني بين من وبين من الرسم على اللوج سكيل. العمود الافقي من جوه يشمل لك هذا الدياميتر، هذا الملم، هذا دائما ابو الملم هو يصير هذا بالعمود، يعني الجزء الافقي المحور الافقي، والعمودي الكولوم 6. يعني دائما الرسم النهائي باستخدام ورق اللوج سكيل بيبر يكون بين كولوم 2 وكولوم 6. كولوم 2 اصلا معطى، يبقى يا كولوم عندك كولوم 6،
فهاي ان شاء الله بالمحاضرة نتعلمها على السبورة حتى تعرفون تسقطون هذه القيم قيمة قيمة، ويكون الرسم بهذا الشكل. وهذا اللي بعده عندكم هوم وورك. ان شاء الله محاضرتنا لهذا اليوم هي محاضرة رقم 5 انتهت. اذا عندكم اي سؤال او استفسار راسلوني. التقيكم بالمحاضرات القادمة، دمتم بامان الله وحفظه.